الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين متابعينا مشاهدينا في كل مكان. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة مع تحديات وانطلاقة شوطنا السادس عشر للقعدان اللقاية وجائزة نقدية قيمة للفائز بالمركز الأول. أتقدم مباشرة مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. من يتقدم هنا؟ جلمود علي بن خميس بن محمد الخضيري. من يتواصل مع تحديات جلمود مع المركز الأول؟ المركز الثاني الوصول من معزم محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. من يتواصل مع معزم على المركز الثاني والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من الغزال راشد بن عبد الله بن مصبح راع الطير العامري. من يقدم لنا الغزال مع المركز الثالث المركز الرابع والوصول من الفايز علي بن خلفان بن سالم الشاوي الغفلي. من يتواجد مع انطلاقة الفايز على المركز الرابعة؟ من يتسلل إلى المركز الثالث والمركز الخامس في هذه اللحظات؟ معزز جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة. من يتواجد مع معزز؟ من يغير إلى المركز الثالث؟ هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة هنا في دائرة النداء. ولكن العودة إلى المركز الأول إلى جلمود بشعار علي بن خميس بن محمد الخضيري. من يتواجد مع المركز الأول؟ المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من معزز جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة. من يقدم لنا معزز مع المركز الثاني والمركز الثالث في هذه اللحظات؟ معزم محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. من يتواجد بشعاره على المركز الثالث ورابع الأسماء؟ مغادر سالم بن محمد بن سالم العامري يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة مغادر على المركز الرابع وخامس الأسماء في هذه اللحظات. يصل هنا صولجان بشعار بن حلوة محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. يقدم لنا صولجان مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ولكن أعود إلى صدارة هذا الشوط بشعار هنا الخضيري. من ينطلق مع جلمود علي بن خميس بن محمد الخضيري؟ من يتواجد بشعار وأبناء السلطنة؟ من يتقدمون مع المركز الأول؟ ولكن الوصول من شعار العامري يتواصل مع مغادر سالم بن محمد بن سالم العامري. يتواجد بشعاره وبتحديات هذا الانطلاق المميز. ولكن وصل وانطلق، وصل هنا في هذه اللحظات صولجان محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. من يقدم لنا صولجان مع المركز الثالث والمركز الرابع؟ هنا معزز جابر بن ناصر بن محمد بن ثاقبة يتواجد بشعاره على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. سند عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي يتواجد بسند على المركز الرابع أيضا. الوصول في هذه اللحظات يصل ويتقدم مع المركز الخامس غيث مسلم بن دحام بن مسلم المزروعي يتواجد بانطلاقة وتحديات غيث. وأيضا يصل جميل سالم بن محمد بن سالم بن هادي. ولكن أعود إلى صدارة هذا الشوط، أعود إلى جلمود. جلمود مع المركز الأول علي بن خميس بن محمد الخضيري. ولكن غير شعار بن حلوة مع المركز الأول، انطلق مع صولجان بشعار بن حلوة. من أبدع وتألق في هذا المهرجان
ينطلق هنا باحثا عن المزيد، باحثا عن المزيد. انطلق صولجان، انطلق صولجان وابناء الإمارات العربية المتحدة. ينطلق هنا شعار بن حلوة، من يتواجد بتحديات هذا الشعار الكبير؟ هنا محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي، ولكن وصل الخضيري، وصل الخضيري مع جلمود، جلمود، ولكن الوصول، الوصول من غيار بشعار بن حاذة الاكتبي، ولكن صولجان، صولجان والأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار الخطيرة يا مالك صولجان. شعار بن حلوة، شعار بن حلوة ينطلق مع صولجان، وصل الخضيري، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة وأبناء الإمارات، جلمود وصولجان، صولجان وجلمود، ولكن شعار بن حلوة، شعار الخضيري، شعار الخضيري، أبناء السلطنة، سلام يا الخضيري، سلام، سلام يا مالك جلمود على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني صولجان، محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. المركز الثالث كان الظبي سعيد بن محمد بن خليفة المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع غيث مسلم بن دحام بن مسلم المزروعي. المركز الخامس كان الدخول جماعي. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، تهانينا والناموس لمالك جلمود علي بن خميس بن محمد الخضيري، والسلامات إلى أبناء السلطنة وإلى وادي جعلان، إلى ولاية جعلان. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز والكبير لمالك جلمود علي بن خميس بن محمد الخضيري. 7:38 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني صولجان محمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. 7:38 عشرة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول من الظبي سعيد بن محمد المهيري. 7:38 30 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. المركز الرابع كان غيار بشعار عبد الله بن مطر بن سعيد بن حاذ الاكتبي. والمركز الخامس غيث مسلم بن دحام بن مسلم المزروعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.